شد السفون. الحمد لله. ايه يا حاج سريحت؟ احسن؟ احسن يا حاج، احسن احسن قوي، احسن من امبارح. من امبارح يا ولية. ما تديش ايدك، سيبيني عند نفسي. الحمد لله، ربنا يديك الصحة يا رب. بقول لك ايه يا هبه، انت بقى يا حبيبتي بتعرفي تتكلمي مع الدكتور؟ قولي له بقى ان كل شيء اوكي، ها؟ بلاش حكايه العمليه دي بقى، يعني ملهاش لازمه. ايوه يا هبه، يدوله شويه ادويه يتعالج بيها وبلاش العمليه. طب خلاص، بس يجي الدكتور واروح له. حاضر. لا، امال الواد هاني فين؟ الواد ده زوغ ولا ايه؟ انا مشيته عشان تعب من كتر القعده. تعب من كتر القعدة؟ طب ما يقف. بس واد ايه؟ واد جدع يا حاجة، واد راجل. شفت بقى؟ شفت ابوكي بيختار صح ازاي؟ يلا يا حاج، يلا تعالى عشان تستريح. يلا يلا يا حاج. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. ايوه يا بنتي، انت فين مختفيه من امبارح؟ انا مع بابا في المستشفى، وغالبا هيعمل عملية. معقولة؟ طب أنا جايلك حالا، باي. أهلا. ها، كلمك تاني لو حصل أي حاجة؟ طب اتفضل الأول. طمنيني بس. ساعات بحس إنك قلقان أكتر مني. أنا مش قلقان يا إنجي، أنا بجد خايف عليك. بص، هو بعت لي مسج وقال لي ان لو اتنازلت عن قضيه هتك العرض هو كمان هيبعد عني خالص. وانت رايك ايه؟ لا طبعا مش هتنازل. بص، انا لسه جاي من الداخليه، هم اكدوا لي ان هو ما خرجش بره مصر وهيقبضوا عليه قريب. على فكره مش قضيتك بس، في كذا قضيه اترفعت عليه اول ما انت اتكلمتي. الناس كلها قلبها جامد لما لقت ان في قلب جامد، صح؟ كلامك صح. كويس قوي انك جيت بجد يا انجي. انا عايزه اكلمك عن الكتاب بتاعي وكل الافكار اللي فيه. شور، اتفضلي. عارف البرنامج اللي اسمه ان ايه بتاع المخدرات؟ اسمع عنه. ده عباره عن برنامج فيه 12 خطوه، لو اي مدمن ماشي عليه هيبطل ادمان. انا كتابي كده بقى. عن المخدرات برضو؟ لا، هو عن 30 خطوه لو اي حد على وشك الطلاق مشي عليه مش هيطلق، او يعني مش هتطلق. فكره حلوه جدا. طب امتى الكتاب ده يبقى جاهز؟ لا انا خلصته خلاص. بجد؟ يعني اقدر استلمه؟ لا، انا هعمل فوكس جروب وهجرب على حد، يعني لو نفع 30 خطوه دول هنزله، لو ما نفعوش مش هنزله. طب انت هتجربيه ازاي؟ عندك حد يعني واحده بتطلق او كده؟ حاجه زي كده. خلاص، معاكي وقتك. تعرف عزة وصفاء وهايدي بقالهم كتير قوي شايلين الشغل، نفسي ارجع اشتغل تاني. انجي انا معجب بيكي. ربنا يخليك. ايه ربنا يخليكي؟ بقول لك انا معجب بيكي، بجد معجب بيكي. طب المفروض اقول ايه يعني؟ يعني المفروض ان احنا نعرف بعض اكتر، علشان لو في علاقة هتبقى بيننا. يعني آخر حاجة كنت ممكن أتخيلها إن أنا أسمع منك الكلام ده. يعني أنا عارفة إن بقالك كتير قوي عايز تقولي حاجة، بس ما كنتش متخيلة إنك هتقولي كده أبداً. ده أنا متخيلك أذكى من كده. ليه آخر واحد وأذكى من كده؟ مش فاهم. يعني أكيد أنت عارف أنا مريت بإيه وكل جوازاتي واللي حصل لي فيها، أنا بدفع الثمن لغاية دلوقتي. كملي، أنا سامعك. أنا ست مهلهلة، أنا يعني اتبهدلت كتير ومش عايزة أدخل علاقة وأحس إنها فشلت عشان أنا تعبانة. إنجي صدقيني أنا حاسس بيكي جدا. الموضوع كله بس إن أنا اتعودت على الصراحة وما بحبش اللف والدوران، عشان كده قلت لك الكلام ده. عموما يا ستي، انا هفضل مستني لحد ما انت تبقي كويسه وحاسه انك تمام، بس ليا طلب واحد. ارجوكي الكلام اللي انا قلته ده ما ياثرش على علاقتنا ببعض خالص. انا مش عايزه اللي قلته دلوقتي ده يزعلك. لا لا، مش زعلان، بالعكس ده في حاجه مهمه جدا عني يا
عايزك تعرفي انا ممكن ايه؟ انا صبور جدا، صعب ان انا يأس او اسهل. ايه رايك في كتابي بقى؟ هينجح. طبعا حالته لازم تتحسن النهارده، باباكي واخد كميه كبيره جدا من المعينات، بس ده مش معناه اننا مش هنعمل عمليه. الورم موجود ولازم يتشال. طب مستني ايه حضرتك؟ انا عايزه افهم. اولا لازم نظبط له الضغط والسكر، ثانيا انا مستني نتيجه العينه. ليه؟ لانه لو ورم خبيث بتعامل معاه بشكل مختلف غير لو كان حميد. طب بص يا دكتور، انا مش عايزك تكذب عليا، انا كبيره وواعيه وهستوعب كل حاجه. الورم خبيث ولا حميد؟ استاذه هبه، الحاجات دي ما فيهاش شايف او مش شايف، دي عينه والنتيجه هي اللي هتقول لي الحاله المظبوطه. وبعدين على فكره المعينات اللي واخدها باباك دي مفعولها ان شاء الله هيستمر لحد بالليل، وانا عامل حساب ان بكره هعمل عمليه. نتيجه العينه هتطلع امتى؟ النهارده بالليل ان شاء الله. سلامة أنكل، ألف سلامة عليه. الله يسلمك، تعبتوا نفسك وليه بس؟ أنت يا بنت عبيطة، مش صحاب، لازم نقف جنب بعض. شفتيها دي؟ من يوم وليلة تبهدل كده. إن شاء الله هيكون كويس، هيبقى فيه إيه؟ إن شاء الله يا رب. يا لهم. لا تعالوا فين؟ أكيد تعبان وعايز يبقى مرتاح، وطنطا أكيد مش نايمة، وسيبيهم براحتهم أحسن، خلينا إحنا هنا. أه ما نمتش من إمبارح. انا ولا هي نمنا. المهم طنط قالت لي ان انت كنتي عند الدكتور، قال لك ايه؟ هيعمل عمليه بكره. طب الحمد لله، ان شاء الله يقوم بالسلام. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما بنقول هيعمل العمليه وهيشيلوا له الورم وان شاء الله يطلع حميد يا شيخ، انت هتفولي على الراجل؟ الله، بابا احتمال يكون عنده كانسر يا جماعه. في ايه؟ اهدي شويه يا حبيبتي، اديكي بتقوليها احتمال احتمال. البت دي نكديه وبتحب تفول دايما. ما قلنا هيطلع كويس ومفيش حاجه ان شاء الله. يا ساتر ان شاء الله يا حبيبتي. ايوه ايوه ايه؟ ايوه ساره يا حبيبتي، قولي لي وصلتوا؟ ايوه احنا في المستشفى. طب تمام، اصل انا عماله اكلمها ما بتردش على التليفون، هي باباها عامل ايه؟ ايه بتحاول تكلمك وانت ما بترديش. كنت عند الدكتور. طب خدي معاكي. ايوه يا حبوب. يا حبيبتي طمنيني، باباكي عامل ايه؟ الف سلام عليه. الله يسلمك، هو تعبان شويه وهيعمل عمليه بكره. انا ساره طبعا حكيت لي كل حاجه، وان شاء الله وان شاء الله يا رب يكون بخير. يا رب يا ايه. يا رب يا حبيبتي. معلش طبعا انت عارفه انا مشغوله في القناه ومش عارفه اجي لكم دلوقتي، اول ما اخلص هاجي لك على طول. ما تتعبيش نفسك، اصلا مواعيد الزيارات بتنتهي بدري. لا ما انا هخلص واجيلك، هجيلك طب الصبح بدري. تعالوا يا اهلا. ربنا يقوم بالسلامه يا حبيبتي ويطمنك عليه يا رب. السلام عليكم. الو، هو الموضوع كبير ولا ايه؟ شكله كده. طب يا حبيبتي عشان خاطري بس ما تسيبوهاش لوحدها. يا امي مش هينفع. خلاص دلوقتي عشان خاطري. سلام. تمام يا حبيبتي، ماشي خلاص. لا هخلص شغل واكلمك. يلا باي باي. باي. مين ده؟ ايه يا شيخ انت مالك؟ حشرة نفسك ليه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انت غريبة. ايه
فاكره يا بنتي يا هبه يوم ما البنت دي كانت بتعمل عمليه وقعدنا نشرب سجاير في الكريدور بتاع المستشفى؟ ابوكي اسود، دي حاجه تفكريني بيها يا هدي دلوقتي؟ انت غريبه قوي، ده انت زهقتيني اليوم ده. انا الغريبه؟ 18 ساعه بتفوقي؟ زهقتيني يا ساتر. رهيبه انت، رهيبه انت، تفتلك بلاد مش طبيعيه. وكان في حته الدكتور اهبل عامل لك العمليه. طمني. شكرا، سلامتك يا ساره. فتحي قولي كل حاجه تمام جاهزه؟ انا بعت عربيه وحماطه، خلاص زمانه جاي في السكه. طب كويس، قولي بقى طلعت الماتيريال في القلم؟ يا نهار اسود القلم، يا نهار اسود القلم، يعني ايه؟ انا نسيته في البيت. يعني ايه نسيته في البيت؟ انت بتتكلم بجد؟ اه نسيته في البيت وهروح اجيبه حالا. يعني ايه تجيبه حالا؟ انت بتهرج؟ انت ايه؟ ما عندكش مسؤوليه؟ مش حاسس باللي انت بتقوله؟ اقسم بالله العظيم القلم ده ما جاش دلوقتي بالماتيريال اللي فيه، لو اديتي 60 داهيه ومشيك من البرنامج. طب ممكن توسعها ايه من قدامي عشان اروح اجيب القلم من البيت حالا؟ اتفضل يا بيه مهبل، اتفضل. تفتكروا هبه قالت لابوها انها مش عايزه عريسها؟ تخيلي ان انا اول ما عرفت انه تعب افتكرت ان هو تعب بسبب انها قالت له الخبر ده. انا ماشيه مع اتنين متخلفين، يعني الراجل هيجرى له اللي جرى له ده عشان بنته رفضت عريس؟ ايه التخلف ده؟ هو احنا كنا نعرف يعني ان عنده ورم؟ انا افتكرته تعب وخلاص. تفكير بثلاثة جنيه تفكير. انما انتي محلوه بجد؟ جينز وضيق. ايوه حركات. ايه وايه الفرو ده؟ حلو؟ اوكي اوكي. اتبسطتي في اسكندريه؟ قوي قوي. اسكندريه كانت حلوه قوي يا هديل، تحفه. عمري ما عشت يومين زي دول في حياتي بجد. لوحدك يا روحي؟ ايه؟ عشتيهم لوحدك؟ لا طبعا. كان معايا دكاتره وكان عندنا شغل يعني. طبعا احلى شغل ما بين الدكاتره في اسكندريه. انت هتقولي لي معروفه، شيء معروف. هديل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ لا عايزه اسالك بس، ما فيش حاجه، هو انت فعلا رفعتي قضيه خلع على جوزك؟ انت مالك انت دلوقتي يا حبيبتي؟ انا عايزه اطمن عليكي. انت مالك انت يا هديل؟ انا بسالك. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. خلاص ما تتكلميش في الموضوع ده. انا قلت حاجه؟ اخرسي خرسي. اكتمي خلاص، له وقته وله مكان. طبعا ايه العقل كمل ثم اني حر. طبعا هو مش انتوا احرار؟ ايوه. ادوني مره فرصه في حياتي اعمل حاجه صح. ايوه بس المهم تكون صح. سامعاني بقى؟ انت مالك انت خلاص. انت مالك؟ قطمت. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع. خلاص مدفع. يا ساتر يا ساتر. انت قلت لي حاجه؟ انا ما قلتش حاجه، ما اتكلمتش. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. خلاص ما بنتكلمش. ما بنك اهو قطمنا. افصلي. هو انا مش قادره اعيش معاه من تاني يعني، عارفه؟ ولازم اخلعه. ما هو هعمل ايه؟ مش عايزه اطلع. انت ليه محسساني؟ ثانيه واحده، ليه محسسانك هتخلعي ضرس؟ ليه؟ انت مالك انت دلوقتي؟ مش انت اللي بتتكلمي يا هديل؟ انا اتكلم انت؟ لا انا ما يا ستي انا اللي اتكلم. انت اللي اتكلمتي. خلاص هي فتحت الموضوع. اسكتي. سكت. يا ساتر. انا اللي يا ساتر صح؟ عمبا الخاطرين، لازم نحجزك هنا في المستشفى. مستشفى 7 ادوار. قولي لي يا جان. لو سمحتي انا مش عايزه. انا جان. انا جان. انت جان؟ انا جان. مالها دي؟ انا جبت سيرتك. دي مجنونه. اهدي يا ارجعي شويه. انت كده ريحي انت شويه. عايزه ايه؟ قولي لي يا جان. نعم ماشي. أنا. يا جان انا. هو الورم اللي في البنكرياس ده خطير بصراحه كده بنسبه كبيره، هيبقى كانسر. يا نهار اسود، هبه هتموت لو عرفت حاجه زي كده. يا نهار اسود. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربنا يكون معاها. وبعدين يا جماعه انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. يلا لو سمحت. يلا يلا. لا هو ولا مكان. ولا مكانه على فكره. مكانه خالص. يلا يا حبيبتي انا تعبانه اصلا وجايه مبسوطه. انا ناقص حد ينعكنك عليا. طب برضه مش هتكلم في الموضوع ده. ما تتكلميش.
ها جاهزين ولا لازم تهزقوا زي كل يوم؟ ايوه ايوه. عندنا ايه النهارده؟ اهلا اهلا حبيبي، ليك وحشه. هات يا سيدي. اللي يشوفك وت على بالك، على بالك يا حبيبي. يلا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شنطه حمزه. يا ترى شنطه حمزه فيها ايه النهارده؟ انا اقول لكم، شنطه حمزه فيها مفاجاه. يمكن مش مفاجاه ليكم قوي، بس مفاجاه بالنسبه لنا، لان كورة. بما ان الكورة بقت هي اللي بتحركنا وشغلة مساحة كبيرة من تفكيرنا، ويمكن بقت شغلة كل تفكيرنا، عيب الكورة الوحيد انها بتتلعب بالرجل، ومن كتر ما الناس بتحبها بقوا هما كمان بيفكروا برجليهم. فاصل وهرجع استقبل نجم مصر، نجم النجوم ونجم القلوب. وقول كلمة نجم على قد ما تقدر. كابتن حماطة بهنسي. يلا يا كابتن اتفضل. اتفضل فين؟ البلاتو. بقول لك ايه؟ ما كلمتنيش ليه امبارح؟ كلمتك بس تليفونك كان مقفول. اكسره، هولع فيه عشان اتقفل. بقول لك هنخلص الحلقة نخرج مع بعض. طب يلا ندخل؟ يلا بينا. يا استاذ حمزه معلش هحاول تاجل بس شويه التقرير بتاعه عشان عندي مشكله. يلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ويعني يا ريت يا استاذ براحه عليا شويه في الاسئله، ويعني بريت بلاش اسئله عامه. يا سيدي اسئله عامه ايه واحنا في اوائل الطلبه؟ ما تخافش يا ابو الكباتن. معلش يا استاذ عشان جمهوري ما يحرجنيش يعني وكده. لا لا ده انت غالي علينا يا كابتن. حناطه. حناطه؟ ايه حناطه دي؟ انا اسمي حماطه. حماطه؟ حماطة. أنا آسف أنا آسف. إيه حماطة دي؟ حناطة دي ملاش لازمة. ملاش ملاش معنى حناطة. حماطة اللي ليها معنى. إزيك يا كابتن حماطة؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. الراجل اللي كان معدي من شوية ده متهيألي شفته وشه قبل كده. زين؟ لا ما أظنش إنك شفته قبل كده. جايز. جايز. 5 4 3 2 1 أهلا وسهلا بيك. ازيك يا كابتن حماطه؟ الحمد لله في نعمه. جمهورك بيحبك قوي. طبعا، وحب الناس ده نعمه ربنا انعم بيها عليا. الشهره ساعات بتضايقك يا حماطه؟ لا لا خالص، انا بعشق جمهوري عشق بجد، عشق حقيقي، لان هم دول كل حاجه في حياتي. يا سلام يا نجم. متجوز؟ الحمد لله وعندي كريم. ربنا يخلي. طبعا بتتمنى انه يطلع زيك. اكيد. جميل. تفتكر ليه الناس مجنونة بيك كده يا حماطة؟ الناس بتدور على رمز يا كابتن. رمز؟ عندك حق، بس للأسف الرمز ده ساعات بيتحول لقديس، إله، حاجة كده إنك ما بتغلطش، ما بتشتمش، ما بتكذبش، وطبعا مالكش علاقات نسائية، يعني ما بتعرفش نسوان. كل ده بقى والناس بترسم لك يعني في دماغها وانت طبعا بتحب الصوره دي ولا ايه؟ دي حقيقتي يا كابتن، وبعدين احنا جايين نتكلم عن الكوره وهوقع في انه نادي. بس دي ممكن تقولها في اي برنامج من البرامج اللي بيقعدوا يستضيفوك ده والكلام ده، لكن احنا بنكلمك في مواضيع اهم تهم الناس. الناس مالها انت متدين ولا لا؟ دي حاجه ما تشغلهمش. رد عليا. ايه بس بدري كده؟ بدري على البهدله دلوقتي يا حمزه. يا جماعة حد والنبي يكلمني فتحي يشوفوا جه ولا لا في القرف اللي احنا فيه ده. الماتيريال في المونتاج، دقيقتين وهيكون جاهز. شكرا يا فتحي. أنا لما بدخل جون بسجد شكر لله. طب وأنا مالي؟ دي حاجة ترجع لي. أنا مالي حتى لو بنيت جامع ولا لأ؟
رحت زرت ملجأ ولا مستشفى ولا تساعد فقير ولا تبني جامع ولا لا؟ أنا مالي؟ الصحافة هي اللي بتجري ورانا يا كابتن، وهي اللي عايز تعرف أخبارنا كلها أول بأول، مش إحنا بنقول الكلام ده. لا يا شيخ، عاوز تفهمني يعني إن أنتوا مالكمش شوية صحفيين كده اللي معاكم بيفرشوا لكم في جورنان عن حياتكم الصالحة؟ ناخد فاصل. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني. لا لا لا، سيب الهوا شغال يا أستاذ حمزة. ما فيش فاصل، لو أخدنا فاصل هيقوم ويمشي والهوا هيفضل شغال حتى لو حصل مشاكل، ما تقطعش خالص. يلا. انت بتخرج ولا ايه يا عم الحاج؟ ليه يا كابتن؟ كابتن ايه وزفت ايه؟ انت جاي تهزقني عندكم هنا؟ هزاك ايه؟ انا بتناقش معاك. ثم انت مش قابض من عندنا؟ قابض؟ تبقى تقول لي هتاخد فلوسكوا ازاي؟ ده انا هفشخك. تفشخني؟ فشخك واضربك كمان وهوريك. ولا حياة امي اللي هوريك. اضرب حياة امي هسيبك وهتشوف. ايه ده يا ابو الكباتن؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا بابا؟ انت مش عارف انت بتسجل مع مين؟ ايه اللي بتعمله بقى يا عم؟ نزل ايدك دي. ايه ده يا حبيبي؟ خلاص يا زين خلاص. عارف انت بتسجل مع مين؟ على فكرة يا ابو الكباتن، احنا ما طلعناش فاصل ولا حاجة. ايه؟ احنا على الهوا. ودلوقتي فاصل ونواصل. انتوا تهزروني بتفرجوا على الناس واحنا طالبين ارفع لكم قضيه. ارفع قضيه. كلمي كويس يا سفله. سفله في عينك يا منحرف. اظبط نفسك واتكلم عادي واظبطك. يلا بره يا حبيبي يلا بره. يلا سمير نرجع هوا. الاستاذ اللي انتوا شفتوه دلوقتي واللي انتوا بتحلموا تتصوروا معاه عكس كل اللي انتوا شايفينه فيه تماما. هادي جدا، جه هنا واخد فلوس، بيشرب شيشه بتاع ستات، خليناه بالعافيه نصور له تقرير وهو بيزور ملجا ومستشفى. واحد يقول لي انت مالك بحياته الشخصيه، المهم انه بيلعب كوره كويس. كلامك صح، بس المبادئ والاخلاق ما بتتجزأش. اللعيبة بره بيعملوا كل حاجة بس مش كدابين، ملهمش مجانين زيكم. وحياة أمي أي نجم من اللي بتشوفوهم دول بيغلط زينا عادي. يعني مش ملاك. عرفتوا ليه لعبتنا ما بيعرفوش يعيشوا بره ولا يحترفوا رغم إن بره كل حاجة متاحة؟ لأنه هنا اتعود على الكذب، وانتوا السبب في ده. ارجوكم ما تقلهوش حد، تحبوا نجومكم بس ما تقلهوش حد علشان ده بيضرهم. تعالوا نشوف الفيديو اللي فيه عكس كل اللي قاله كابتنكم العظيم القديس حماطة بهنسي. انزل. هاي كابتن حماطة، رأيك؟ اوكي. ثانية واحدة. هو فين فتحي يا جماعة؟ حضرتك ازاي رياضي بتشرب شيشة؟ لا ده ملوش علاقة بالكورة. وبعدين بقى كل لعيب وله مزاجه، أنا بقى مزاج الشيشة والنسوان ده لا مؤاخذة. ما علينا. لا معلش، ممكن تقول لي بس الجزء بتاع الشيشة؟ معلش أنا ما خدتش بالي، يعني حضرتك بتحب إيه بالظبط؟ مزاج الشيشة والنسوان. طب يعني حضرتك برضو ما قلتلناش أنت حضرتك عايز كام؟ 50,000 جنيه في الحلقة. ليه يا عم؟ انت فاكر نفسك بتعمل اعلان؟ انت عارف انا باخد كام في الاعلان اصلا عشان تتكلم معايا كده؟ لا يعني حضرتك مش فاهم، يعني احنا مش هنقدر ندفع المبلغ ده. انا علشانك يا ايه اعمل اللي انت عايزاه، انا اشتغل ببلاش. على فكره انا مستريح لك قوي. عايز ندفعه كام؟ يعني احنا بنتكلم في حدود ميزانيه البرنامج، مش هنقدر نعلى عن 15,000 جنيه. صعب. لا مش صعب بقى، ده انت لسه قايل لي مرتاح لي وبعدين انا هخلي الاستاذه سناء رئيسه التحرير تكلم حضرتك كمان عشان تتفق معايا. في سناء كمان؟ في سناء. حلوه زي كده؟ طبعا حلوه. هو ده الكلام. خلاص يبقى اتفقنا. تمام اتفقنا، بس على شرط. انا عايز بكره الصبح كاميرا تصورني وانا رايحه ازور مستشفى الاطفال وملجأ للايتام. معلش حضرتك ممكن تعيد تاني بس وتقول لي ما خدتش بالي ايه؟ عايزكم بكرة الصبح تبعتوا لي الكاميرا تصورني وانا بزور مستشفى للاطفال وملجأ للايتام. حضرتك بتعمل عمل خيري جميل فعلا. كله خير، ربنا يقدرني. هو حضرتك اللي بيعمل عمل خير بيقول عليك؟ جرايه يا عم.
يا رايق يا عم في ايه؟ انت كل شويه تنط لي كده ومسك لي على الواحده، مش تخبط قبل ما تخش ولا ايه؟ يا جماعه بس هو على فكره ما يقصدش خالص، ما يقصدش ابدا. ولا يقصد. المهم هكلمك بالليل. لا انا هكلمك. لا انا اكيد طبعا. شوف كلمني في كلمني في اي وقت. اوكي. وسناء كمان؟ اه طبعا وسناء كمان يعني شور اكيد وسناء كمان. انت تؤمر. ايه قوليها تاني كده؟ انت تؤمر. هو ده الكلام. فتحي استنى. ممكن نتكلم شويه؟ مفيش كلام. يعني ايه مفيش كلام؟ يعني النهارده انا مش معاكي في البرنامج، تمام يا استاذه ايه؟ انت بتهرج مش كده؟ لا ما بهرجش. استاذ فتحي العربيه جت وبيحمل وينش عايز. يلا زغلول. الاستاذ فتحي عمل حادثه جامده جدا ربنا يستر. حادثه ايه يا فتحي قول لي؟ مفيش حاجه، مش اهم حاجه البرنامج طلع كويس. تمام يلا يا زغلول. يلا يا استاذ اتفضل. انا اذنك ازاي؟ بس ممكن نعرف هنعمل ايه لغايه لما نعمل العمليه الصبح؟ طيب الحقنه دي مسكنه فعلا؟ ماشي يا دكتور. دكتور ممكن اعرف نتيجه العينه ايه؟ ايه؟ حمزه بيه ما ينفعش تجيب ضيف وتهزقه كده، ده كابتن كبير برضو. ادخل على اليوتيوب وشوف عدد المشاهده قبل ما تقول الكلام ده. يا باشا على عيني وراسي، بس كده مفيش ضيف هيرضى يجي يقعد معاك. ما يقعدش يا سيدي، لكن انا مش هطبل لحد. ولا انا جبت حماطه ده عشان اذكر محاسنه وعارض له جوانه. يا باشا ماشي، بس الواد برضو مش وحش قوي كده، وبعدين مش بتاع ستات بالشكل ده يعني. اه زين. قول يا حبيبي الاستاذ شريف هو عمل ايه مع مدام سناء؟ سناء؟ سناء مالها بالموضوع ده؟ اه انت ما تعرفش. ما سناء وايه وفتحي هما اللي راحوا للافندي ده يتفقوا مع البرنامج. تعفيني ما عليك. زين. اول مره اطلب منك حاجه؟ تكسفني؟ يلا بابا. عدم لا مؤاخذه كده حماطه قاعد يعكس في ابله سناء وسب ويسب لها ويضحك لها ولما جه يسلم عليها مسك ايديها وقعد يبص في ايديها ولما مشيت قام باصص كده وقال ما تيجي نروح ونعلي الطموح. خلاص يا زين. طب الطموح ايه يا حبيبي؟ لسه يا استاذ. هد الطموح. لسه يا استاذ. هد الطموح. بعد ما مشيت قام باصص لها كده وقال ما تيجي نروح واعمل معاك الصح. أنا طبعًا الدم ضرب في نافوخي معاليك. أنا عارفك أنت عصبي جدًا. فقلت فين النطع جزء من ده كله؟ خلاص. إزاي يسكت على حاجة زي كده؟ خلاص بقى خلاص. ما هو حضرتك بقى في الآخر لما قام باصص عليها وقعد الواد استفزني بصراحة. آه خلاص. خلاص حصل خير. شفت بقى يا أستاذ شريف؟ شفت. بس أنت برضو كده مفيش ضيف هيجيلك. عنه ما جه. إحنا نروح له ونفضحه وناخد سناء معانا. أستاذ ممكن أقول حاجة؟ البي بقى في الاخر قام باصص على صوابع رجليها وقال اذن ود الست ديت. اخرس بقى. زين هو اسف. ماشي يا باشا. مساء الخير. مساء الخير يا هبه. اهدي شويه ما ينفعش كده. الحاجه متماسكه عني. امي لسه ما تعرفش. انت محضره لها مفاجاه يعني؟ عاوزه تعرفيها دلوقتي؟ ما تهدي يا هبه. ليه كده بس يا رب؟ ليه؟ يا ستي بس هو ان شاء الله يخرج من العمليات بخير وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تبص عليا. هو المكان هنا في الشيشه. هو ده وقت هزار يا هاني؟ فاكره بتكلم بجد. هو اتاخر جوه كده ليه؟
يكون جرى له حاجه ولا ايه؟ يا ستي ايه دي، هو بيقصد غفره ودي عمليه والدكتور قال ساعتين ولا حاجه. على فكرة الحاجة من شوية قالت لي إن هي هيبقى عارفة حاجة ومخبيها عليا، أنا توهت الكلام كده. روح أنت بقى كلميها وطمنيها. قومي يلا استهدي بالله كده. لا 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 لا. شوية شغل لازم أخلصه. اوكي شغل بس؟ اه شغل بس. شوف الحق مستر شريك بيقول لك جهز البريف على السيمينار عشان عايز يقعد معانا. اوكي اوكي جن، في حاجة حصلت ولا؟ قلت لك مفيش حاجة، من فضلك جهز ورقك علشان عندنا شغل عشان الراجل عايز يقعد.